مرحبا، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا صار لي غايب عليكم 3 اسابيع. ليش؟ شنو السبب؟ السبب انه كنت اسوي هذا الديكور، والسبب الاخر انه صارت لي ظروف طارئه خلتني ابتعد. شنو عفت القناه؟ عفت البرنامج؟ لا، هذا البرنامج فكرتي، واكو ناس اخذوا الفكره ودي يسوون نفس البرنامج. كل من الى مجاله، وان شاء الله كل من يبدع بمجال معين. اللي اخذ الفكره يا ريت يجيب ناس اصحاب محتوى جيد، حتى انه تكون رساله هذا البرنامج انه تكون رساله ساميه، انه نشوف العالم يابا ترى احنا هذا صناع المحتوى اللي احنا دنطلعهم، هم ذول اللي معترفين بيهم، مو نجيب ناس شلون ما كان، ناس المحتوى مالهم للاسف جدا سيء. فيا شباب راجعين بقوه ان شاء الله، راجعين بضيوف انتم طلبتوهم من عندي، واني دا اتواصل وياهم واحد واحد، راح اجيب كل اللي انتم طلبتوهم من عندي. فيا شباب راجعين بقوه ان شاء الله، محتاجين دعمكم، محتاجين انه كل ما ينزل فيديو تدعموه حتى نوصل لاكبر عدد ممكن. فتشوفون الديكور قد تعبانين عليه، وهاي الامور مونتاج وتصوير وكل شيء، الخاطر عيونكم انتم حتى يطلع شيء يعجبكم. فمن هذا الخميس ان شاء الله راح تنزل حلقه، وكل خميس راح تنزل حلقه الساعه 9 من برنامج فلاش. فاشوفكم يوم الخميس ان شاء الله. السلام عليكم.